كيما نفس دمارش احنا هذه يعني هي كما قلت هي التواصل مع الحراك التنسيقي المدني اللي قمناها السنه الفارطه عندما تم طرح اول مره في اوت 2015 مشروع القانون. يعني باش نمشيو في كل يعني الحلول اللازمه واللي من اجل يعني بالنسبه لنا احنا كما قلت الرفض قطعي اللي نستعمله اليوم شعار ما يتعداش هو يعني يؤكد على طبيعه عملنا انه باش نمشيو في جميع الوسائل الممكنه من اجل انه مشروع هذا القانون يجب الا يمر ويجب ان نحافظ على يعني مؤسسات الدوله يعني قانون العداله الانتقاليه يجب ان يمر بين يعني هيئه الحقيقه والكامل. مشروع قانون هو غير دستوري اولا، اثنين مشروع قانون يعني خطير برشا لانه ليس له من هدف حسب راينا الا تكريس الفساد من جديد، تكريس سياسه الافلات من العقاب، ويتعارض ايضا مع حتى مع المنظومه القانونيه في تونس، لانه اليوم اذا كان انت اليوم تحكي لي بال 7000 موظف اللي رديتهم ضحيه فجاه اصبحوا هم الضحايا مش هم يعني متسبين في وتسبوا في مشاكل كبيره وكانوا معناتها سموهم وكانوا فاسدين، اليوم ينطرحهم على انهم يعني مجرد ضحايا، بينما يعني هم في كل الحالات سواء حققوا منفعه لذاتهم او لغيرهم حسب المجله الجنائيه الفصل 94 هم يعني مذنبين. المجلس توا صحيح المبادرات التشريعيه القوانين تتعدى اذا جايه من الرئاسه وانا من الحكومه عندها الاولويه، لكن هو نحب نقولوا كلمه تصميم الامان اللي هو باش يضمن انه يكون فما نقاش يعكس رأي الشعب، احنا هذا الشيء توا ماناش نشوفوا فيه. قاعد نشوفوا في مجلس مازال متردد القانون هذا انا لجنه باش يمشي هل هو اولويه ولا لا، قاعد نشوفوا في نواب ماهمش فاهمين هل يعكسوا شنو هم يشوفوا ولا شنو الشعب يشوف ولا شنو جهه المبادره تشوف. كي نسمعوا توا قاعد يجرى في الاستماع للجهه المبادره يدافعوا على حق الرئيس في انه يقترح قانون، معناها ماناش قاعد نحكيو في هذا الشيء، هذا حقك في الدستور. النواب لازمهم يذكروا هم شنو الدور نتاعهم، الدور نتاعهم انه يتناقشوا عادي قوانين، ماهمش مكتب ضبط يصحح على القوانين خاطر تتعدى على خاطر فما سلطه تنفيذيه قررت انه يتعدى، هذاك عليه نجم نضمن التوازن بين السلطات، سينو فماش علاش عنا مجلس نواب شعب. من زاويه ماليه ايضا هذا القانون يشكل دعوة صريحة للعودة معناها للربط معناها مع الفساد، وكأنه معناها المقدمي هذا المشروع يبحثون عن قاعدة جديدة من دار الحكم تتمثل في الربط مع رجال الأعمال والكبار الموظفين الذين انخرطوا في نهب معناها المال العام لدى المنظومة الفاسدة.